اتصال ناخذ. اتفضل. طيب اعطونا الاتصال. دعلك تسلم. السلام عليكم. السلام عليكم سولاف. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بتكلم عن صدقه الجاريه بمكه التدامي. تفضلي. جمعيه التدامي. تبرعت بنية في اليوم مشروع افطار الصائم تقصدين في مكه؟ ايوه. تبرعت عن رشيد وخالد بحصاني. يستاهلون. صدقه تطفي غضب الرب، واتمنى من المشاهدين يتصدقون. ترى الصوت مو واضح، لو تعطونا الصوت توسعون. اقول الصدقه تطفي غضب الرب، واتمنى من المشاهدين اللي يشوفون الحين يتصدقون. جميل. تقول الصدقه تطفي غضب الرب، وتوصي المشاهدين الان اللي يسمعون هذا الكلام والمتسابقين بانهم يتصدقون او يبذلون في هذا المشروع. جميل. باقي شيء عندك؟ لا، مع السلامه. الله يجزاك خير. طيب تركي العتيبي. السلام. تركي العتيبي من الرياض، الله يحييك. الله يبقيك يا شيخ. يا مرحبا. الله يسعد الوجه ان شاء الله. بتكلم بس عن على التبرع، على كيف كيف سم اعيد الكلام. التبرع كيف نبغى نتبرع كيف؟ ابد فيه الحسابات على الشاشه ومنزلينها في تويتر مباشره، تدخل على الرابط، وانا الاعداد اتمنى ينزلون على الكاشات موجوده. اذا فيه جمهور معين انت تبع يعني كاش الشلفة او الشداد او البيرق، تدفع عن طريق الكاش مباشره. النيه لك، النيه لك، لكن النقاط لهم يعني سم النقاط لهم، تعتبر نقاط النقاط، لكن النيه لك بنيتك انت اللي تريدها باذن الله. رشيد بي رشيد بي مكان فيهم. رشيد الشلفه. الشلفه جعل ابوك الجنه. الشلفه رشيد في الشلفه. ونعم ونعم. الله يبيض وجهك. ايش يستاهل؟ الا تبرع. انا ودي نشي رشيد وعلي دائم سوا، دائما هو سوا، ما ودي نروح عن بعض. لا لا تكفى، خلهم بعيد. الله شكرا لهم جميعا. شكرا لهم جميعا. الله يرفع قدرك ويسر امرك يا حبيبنا. حياكم الله وسلمنا عليهم كلهم جميعا. كلهم يسمعونك ويسلمون عليك. الله يسلمهم من كل شر ان شاء الله. الله يكتب اجرك ويرفع قدرك يا حبيبنا. شكرا. قلت لي رشيد وين؟ رشيد خلني في مجموعه. في الشلفه. الله يحفظك. الشلفه الله يحفظك. اعطونا كاش الشلفه. حط الكاش الشلفه بتطلع في التلفزيون وصورها من عندك. صورها الان على الشاشه بتطلع لك الان. الله يجعلها ان شاء الله دبل وثري. واسال الله ان يجعلها تفريجا لك وتنفيسا لكربتك وكشفا للغمه وان يشفي مريضك وان يرحم بها موتاك وان يقضي حوائجك وحوائج كل من نويت لهم يا رب العالمين. امين. اللهم امين. طيب نرجع لسم. انا عندي مشكله في الكنترول. عندك ايش؟ عندي مشكله في الكنترول. الرجال يكلمنا قبيل توه يحط الكاميرا علينا. توه يحط الكاميرا هو اما راق